السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتي حبيباتي طالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا حبيباتي بكم في مادة الشرعية. وقبل أن نبدأ حبيباتي بدرس اليوم، ينبغي علينا أولا أن نتعرف على القيمة الشهرية وهي الابتكار، والقيمة الأسبوعية والتطوع. ودرسنا اليوم حبيباتي بعنوان الإيمان بالله تعالى الجزء الثاني. هيا بنا حبيباتي لكي نتذكر معا ما درسناه في الحصة السابقة. معنى الإيمان بالله هو التصديق الجازم بأن الله هو الخالق والمالك الرازق المدبر، وأنه وحده الإله الذي يستحق أن نعبده ونطيعه. ما هي حقيقة الإيمان بالله؟ هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. اكتبي أعظم كلمة تدل على الإيمان بالله وهي لا إله إلا الله. أحسنتم حبيبات. فالإيمان بالله حبيباتي، حكم الإيمان بالله تعالى هو واجب على كل إنسان، والإيمان بالله تعالى هو أول ركن من أركان الإيمان الستة. والآن حبيباتي قمنا بفتح مصدر التعلم صفحة 42 للإجابة على هذا السؤال. حكم الإيمان بالله تعالى مستحب أم جائز أم واجب؟ أحسنتم حبيباتي، واجب. أما ما كنا حبيباتي مجموعة من الصور، فكري ثم اكتشفي أثر الإيمان بالله تعالى في علاقة المسلم مع الله ومع الناس ومع النفس. مع الله وزن ذلك من خلال أداء الواجبات كالصلاة والصوم. مع النفس حبيبتي وزن ذلك من خلال الصبر على البلاء والشكر على النعم. مع الناس ويظهر من خلال الصفات الحميدة التي تجلب محبة واحترام الآخرين كطهارة القلب وحسن الصفات. هيا بنا حبيباتي قومي بتوصيل العبارات التالية بما يناسبها للوصول إلى أثر الإيمان بالله تعالى مع الله تعالى ومع النفس ومع الناس بمفرده. هيا بنا حبيباتي على كل طالبة أن تقوم بفتح مصدر التعلم صفحة 42 للإجابة على السؤال ثالثا. أكمل أثر الإيمان بالله تعالى يظهر في علاقة المسلم مع الله من خلال أحسنتم الصوم والصلاة. مع النفس من خلال أحسنتم الصبر على البلاء وشكر النعم. مع الناس من خلال أحسنتم حبيباتي الصدق والأمانة. هيا بنا حبيباتي قمنا بفتح الكتاب صفحة 40. الأثر معناه النتيجة التي تتظهر عند تطبيق الأمر، وأثر الإيمان ما سيظهر على الإنسان المؤمن من تصرفات. بعد دراستي لهذا الموضوع قررت أن أقوم بما يأتي. أحسنتم حبيباتي، أولا طاعة الله ورسوله، ثانيا عدم التكبر على الناس،